بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم شباب؟ اهلا بكم في فيديو جديد من كورس بايثون ديسكتوب باستخدام تيكنتر. في الفيديو اللي فات شفنا ازاي نعمل التري فيو او الجدول، ومكان المفروض يعني الفيديو اللي فات هو اخر فيديوهات الويدجتس او العناصر. طبعا احنا ما خلصناش العناصر كلها، احنا لسه هنرجع للجزء بتاع الويدجتس ده تاني، بس الاول نشوف ازاي ننسق العناصر، يعني ازاي ارتب العناصر عندي في البرنامج او ازاي ارصهم. تمام؟ طيب علشان ابدا انسق عندي، تعالوا نعمل رن. تمام، طيب ده اخر حاجه احنا وصلنا لها المره اللي فاتت، صح؟ طيب علشان لو نفرض مثلا ان انا عندي هنا مجموعه عناصر، عندي مثلا زرار وانتري وعندي ليبل وعندي جدول وعندي مجموعه عناصر. العناصر دي بحتاج ان انا انسقها، بحتاج مثلا ان اجيب ان الليبل هنا وجنبيه مثلا هنا الانتري وجنبيه الناحيه التانيه هنا مثلا الزرار وتحتيهم مثلا الجدول، فبحتاج ارص العناصر بتاعتي بشكل مثلا مناسب او بشكل اللي انا عايزه. طيب اقدر ارصها ازاي؟ احنا كل الفيديوهات اللي فاتت كنا بنتعامل بحاجه اسمها الباك، وقلنا ان الباك ديت معناها ان انت هتاخد لي الويدجت دوت او هتاخد لي العنصر ده وهتحمله لي جوه الابلكيشن بتاعي. تمام، وده اللي هو اللي احنا شايفينه، اللي هو دوت عادي كده، لا هو اللي احنا شفناه في فيديوهات بتاعت باقي العناصر. طيب عنصر، انا عندي ثلاث حاجات بقدر انسق بيهم العناصر بتاعتي او بقدر احط بيهم العناصر بتاعتي او الويدجتس بتاعتي جوه الابلكيشن. اول حاجه عندي اسمها الباك، واللي هي اللي احنا اشتغلنا عليها واللي احنا لسه هنكمل عليها دلوقتي، هنشوف خواص تانية جوه الباك. وعندي حاجة تالتة اسمها، عندي حاجة تانية اسمها الجريد. تمام، ودي بتبقى شبه بنظام كده أعمدة وصفوف هنشوفه. وعندي الحاجة التالتة واللي هي البليس. احنا ان شاء الله هنشرح التلاتة دول بس في الفيديو ده، يعني في اول فيديو ده هنشرح الباك بس، في الفيديو الجاي هنشرح الجريد. تمام، في الفيديو اللي بعده هنشرح البليس. طيب نخش على اول عنصر وهو عندي الباك. سيبك زي ما شفنا الباك قبل كده، احنا شفناه واشتغلنا عليه قبل كده في كل الويدجز اللي فاتت او في كل الفيديوهات اللي فاتت. في الفيديو ده بيحمل عناصر كل ابلكيشن عادي. تمام، بس هناخد بقى عليه شويه خواص كده خاصه بيه، عنصر الويدجت خاصه بالباك دوت. تمام. طيب في معلومه عايزين نقولها، ان الباك كل عنصر بيبقى في الصفحة عندي باخده بحطه في الصفحة عن طريق الباك، فهو بياخد العنصر ده بلوك. يعني ايه بياخده بلوك؟ يعني بياخد العنصر ده ويخليه واخد الويدز كله، او يخليه واخد، يعني مفيش حاجة تتحط جنبه، يعني اي عنصر جديد هيتضاف ما يتحطش جنبه، يتحط تحتيه. تمام، ده الباك. تعالوا مثلا نشوف مثلا هنا ايه، تعالوا هنا نحط مثلا زرار او ليبل، مفيش مشكلة، سوي تي كي دوت ليبل. طبعا انا بكتب بايد واحده تكست ايكوال هلو. ممكن اقول له ال دوت باك، او اجي هنا في الاخر اقول له دوت باك عادي، هي. تمام، نعمل رن. تعالوا بصوا، ادي دوت الليبل بتاعي اللي اسمه هالو، وادي الجدول بتاعي. الاثنين انا واخدهم بالباك. الفكره بتاعت الباك ان هو بياخد لي كل عنصر بيحطه عندي، بيحطه لي ايه؟ بيحطه لي ان هو بلوك. يعني ايه بلوك؟ يعني ما ينفعش احط حاجه جنبه، كل عنصر بيبقى لوحده كده، لو اضيف عنصر تاني يبقى العنصر ده هيتضاف تحتيه، لكن ما ينفعش يتضاف جنبه. تمام، فعنصر الباك عندي بياخد العناصر ويحطها لي في الابلكيشن، بيحطها لي بطريقه اسمها بلوك مش انلاين. في حاجه اسمها بلوك، في حاجه اسمها انلاين. انلاين يعني عناصر عادي تتحط مع بعض في نفس الصف او تتحط جنب بعض عادي، اما البلوك لا، يعني كل عنصر بيتحط لوحده، مفيش حاجه، ما ينفعش يتحط عنصر جنب عنصر، عشان اضيف عنصر تاني هيتضاف تحتيه او هيتضاف بعدين. تمام، طيب نيجي نشوف بقى شويه من الخواص بتاعه البلوك. تعالوا نشيل بقى الزرار ده او الليبل ده. عندي حاجه اسمها اكسبند. يعني ايه اكسبند؟ تعالوا بصوا كده، نشغل ابلكيشن تاني. بصوا الابلكيشن بتاعي لما اجي مثلا اكبر الصفحه بتاعتي كده،
البتاع ده بيروح ويجي، مش اسف، مش بيروح ويجي، ثابت في مكانه هنا، يعني ما بيتحركش، هو ثابت في مكانه. تمام. المساحة بتاعت البرنامج عندي توسع عليه وهو ثابت في المكان ده، ما بيتحركش منه. تعالى كده نشوف لما احط له العنصر الاوبشن اللي اسمه اكسباند. اكسباند ده يا اما يبقى ترو يا فولس، هو الديفولت بتاعه فولس، ده احنا نخليه بقى ترو. اقول له اكسباند ايكوال ترو، حرف التي كابيتال. تعالوا نبص كده، اول حاجه ما خليها ليش فوق خالص، يعني هي كانت الاول لو ملاحظين كانت فوق خالص، دلوقتي لا هي مش فوق. وكمان لما هاجي اعمل كده، لما هاجي اكبر، هي بصوا بتتحرك مع مع البرنامج بتاعي. يعني بحرك، بغيره في حجم الشاشه، هي كمان ايه مكانها بيتغير، بتقفل سنتر. تمام. تعالوا نشيل، نخليها فولس كده او نشيلها ونشوف اللي هيحصل. كان بصوا ما كانت مش في النص دلوقتي، لا هي فوق. كان نجرب نوسع الجدول او نوسع البرنامج بتاعنا، هي في مكانها فوق، مش متماشيه مع التوسع اللي بيحصل. فده كان الاوبشن اللي اسمه اكسباند، وهو كان بيحاول بيحركها لي، يعني ايه بيخليها لي متماشيه معايا. يمين شمال تحت فوق، هي ريسبونسيف معايا او متجاوبه معايا. تمام. عندي حاجه كده اسمها الفيل. الفيل يعني هي هتملى لي المكان، يعني ايه هتملى لي المكان؟ اف سمول. هقول له تي كي دوت اكس. تعالوا نبص كده، بصوا هي هتلاقيها دلوقتي خليتها فيل. يعني ايه فيل؟ يعني تملى المكان الفاضي بتاعها. انا قلت له انا عايزها فيل تملى لي الاكس. يعني ايه تملى الاكس؟ يعني تملى العرض، يعني مهما وسعت دلوقتي هي هتفضل ماليه العرض بتاعها. اهي بصوا ماليه ايه، ماليه العرض. تمام. يعني ده كان عندي الفيل. تعال ممكن نخليها واي، بس عنصر التريفيو مش متجاوب في العرض في التول او في مع الواي، يعني مش متجاوب مع الواي في التريفيو، لكن مع عناصر تانية هتلاقيها متجاوبة معاك، بتملى لك ايه البرنامج بتاعك بالطول كده او بالارتفاع. طب ممكن اقول له خليها بط بط. يعني ايه بط؟ يعني خليها تمتد عن ناحيتين او تملى الفراغات من ناحيتين، طول وعرض. بس انا هعتمدها طبعا بالعرض بس، علشان الطول زي ما قلت لكم التريفيو مش متجاوبه معاه. طيب عندي ايه تاني؟ عندي حاجه اسمها السايد. السايد يعني انا عايز العنصر ده يتحمل فين. هو اوريدي اصلا هو اوريدي بيحمل لي العنصر بتاعي، يحمله لي في السنتر في النص. طب انا لا، انا مش عايز احمل العنصر ده في النص، انا عايز مثلا اخلي العنصر اللي يتحمل ده يبقى في البرنامج على اليمين او يبقى على الشمال او يبقى فوق او يبقى تحت. عايز اتحكم في المكان اللي العنصر بتاعي يتحط فيه. فبقول له سايد تي كي دوت ليفت او رايت او توب او بوتوم، المكان اللي انا عايزه. ليفت يعني على الشمال، رايت يعني على اليمين، توب يعني فوق، بوتوم يعني تحت. فاقول له بقول له تي كي، بقول له تي كي دوت وليفت مثلا. طبعا كل الحروف تبقى كابيتال كده، هلاقي ان هي ايه على الشمال اهي. مهما حد تحرك في البتاعه دي في الحجم او غير في الحجم، هي ثابته في مكانها ايه على الشمال. طب لا انا عايزها تبقى مثلا تحت بوتو. لان هي ثابته في مكانها تحت اهي. تمام. طب لا انا عايزها مثلا على اليمين رايت، لان هي هنا على اليمين اهي. تمام. تعالى كده نجرب نضيف عنصر تاني، نضيف مثلا ليبل ولا حاجة، خلي تحتيها اقول له ال ايكوال تي كي دوت ليبل تكست بتاعتك ايكوال اهو مثلا.
عملت لاش باك ندوت باك. وانا حملتها قبل قبل الجدول صح. انا محدد هنا ان ديت تتحط على اليمين. طب لا انا عايز اشيل دي، مش عايز احدد لها اتجاه عشان في حاجه عايز اوريها لكم. تمام اهي شايفين ال ده كان هنكبرها مش هتكبر ماشي. شايفين كلمه هاي ديت وشايفين الجدول، انا عايز اوسع المسافه ما بينهم. يعني عايز اوسع المسافه ما بينهم، يعني عايز المسافه تبقى مثلا المسافه تحت الجدول مثلا تبقى اوسع من كده. يعني لما اجي احط عنصر تحت كده ما يبقاش لازق فيها. تمام، عايز يبقى في مسافه مثلا بينه وبين العنصر التاني. دي اعملها ازاي؟ هاجي عند باك، هاجي عند التيبل دوت باك واقوم قايل له جوه اقول له باد واي. باد واي يعني اعمل لي بادنج، يعني اعمل لي بادنج يعني اعمل لي حشو، يعني اعمل لي فراغ، اعمل لي فراغ في فوق او تحت، فوق وتحت العنصر، فوق وتحت العنصر. ده باد واي. في باد اكس يعني اعمل لي مسافه ما بين اليمين والشمال، يمين وشمال العنصر. مثلا هقول له واي مثلا هنا ايه 20. تعالوا نبصوا هنلاقي ان هنا ايه بعدت، ان هاي هنا بعدت عن الجدول. طب ده ليه؟ لان انا قلت له اعمل لي مسافه فوق، يعني هنا فوق هنا، حتى هنا هي ما بقتش لازقه فوق في السقف بتاع البرنامج، لا نزلت تحت سن، وهنا ايه وتحت العنصر، فبقت في مسافه. هو اكنه جه هنا بادنج، يعني اكنه جه هنا مثلا وحط ايه، حط حاجه فاضيه كده، خانه فاضيه بس مختفيه علشان ايه تعمل لي مسافه، حشو يعني، حشو فاضي علشان تعمل لي مسافه. طيب ممكن كمان تبقى ايه، ممكن اخله بدل باد واي اقول له باد اكس ايكوال مثلا 20. طبعا مش هتبان لان مفيش حاجه عندي في اليمين والشمال، بس انا ممكن ابينها ازاي عن طريق مثلا انا اجي هنا واقوم قايل له سايد سايد ايكوال تي كي دوت رايت مثلا. هلاقيه مش لازق على اليمين خالص. لو انا ما كنتش عملت الباد ما كان هيبقى هنا الجدول ده لازق في البرنامج، انما هو هنا لا مش لازق. هو دلوقتي في مسافه، في بادنج في حشو هنا اهي، او مسافه فاضيه انا اعملها هنا. تمام بس كده، ده كان موضوع النهارده عن الباك. في الفيديو الجاي ان شاء الله هناخد موضوع الجريد. تمام، شكرا لكم، واتمنى ان الفيديو يكون سهل وبسيط. اشوفكم باذن الله الفيديو الجاي.